فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده، فدعوة الوالد لولده مستجابة، فيحرص أن يكون داعيا لولده لا داعيا عليه، لأن بعض الآباء عندما يغضب من ابنه ربما بادر إلى الدعاء عليه، حتى إن بعض الآباء إذا أخطأ ابنه في أمر من أمور الدنيا أو المصالح الدنيوية أو حاجات الأب الدنيوية ربما دعا على ولده بدخول النار أو أن يبعده الله من رحمته أو يلعن مثلا ولده أو نحو ذلك، والعياذ بالله. أين عقل هذا الأب؟ أين تفكيره الصحيح؟ فهذا المقام مقام مهم جدا، وينبغي على الإنسان أن يتنبه للدعاء، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، فينبغي عليه أن يحرص على هذا الجانب العظيم، وأن يكثر من الدعاء لأبنائه بالصلاح والاستقامة ولزوم الطاعة والبعد عن الفتن